كمان مع مرة صباح الخير لكل اللي انضموا لنا هلأ لليوم السبت 5 أيلول 2015. السؤال الثاني عبر صفحة الفيسبوك هو كيف بتشوفوا الأيام الجاية بلبنان؟ أول سؤال كيف بتحبوا حالكم؟ حبوا حالكم وجاوبوا يعني لتشوفوا الخير والإيجابية إن شاء الله بلبنان نشوفها قريبا بكل خطوة وبكل طلب من مطالب الشعب يلي عم بيطالبوا. هيدا السؤال. اما بالنسبه لليوم بلا جمرك رح نتواصل انا وياكم بهذا الموضوع، انا بانتظار اتصالاتكم، حضروا تليفوناتكم، ارقام التليفونات رح تمرق قدامكم على الشاشه لنتواصل سوا عبر هالسؤال والايام الجايه بلبنان. خلينا نشوف بالبدايه بالاول قبل ما ننتقل على بلا جمرك شو في بصالات السينما اللبنانيه مع غيدا. I'm tired of life being all about ailments and funerals. I want to push myself. You want to hike the Appalachian Trail? 2,000 miles. You have gone. ضمن أفلام الأسبوع الفيلم الدرامي المنتظر A Walk in the Woods عن شخص بقرر يرجع يكتشف بلده الأم من خلال مغامرة بالغابة مع أقدم صديق له، مع روبرت ريدفورد الممثل الوسيم اللي بعده واقف الزمن عنده وما تحرك، ونيك نولتي والمبدعة أما تومسون. Pop campers, please stay on the right. Royals to the left. There's summer plans. Erica, are you Erica? No. وفيلم الانيميشن باربي ان روك ان رويالز. بهالفيلم باربي بتاخد مكان اميرة تغيرت حياتها وقت اللي بتتبدل مع نجمة روك. بلا جمرك نحن وياكم، وهالمرة بلا جمرك معي أنا ومعكم أنتو ناطر اتصالاتكم. بلا جمرك كيف بتشوفوا الأيام الجاية بلبنان؟ أول شيء بدي أقلكم شغلة بعلم الإيزوتريك، إذا أنتو قارين بعض الكتب من علم الإيزوتريك واللي هي بتحكي عن الكارما وعن القصص الواحد شو بيعمل بالحياة بيلقى بالحياة، بتعمل خير بتلقى خير. يعني بالأديان طبعا بتعمل خير على الأرض بتلقى خير بالحياة التانية، وعلى الأرض كمان بعلم الإيزوتريك وبالكارما بيقول لك كمان إذا بتعمل خير على الأرض بتلقى خير على الأرض، بتعمل شر بتلقى شر. الواحد لازم يفكر بإيجابية مثل ما كنا عم نحكي من الصبح. لو ما كنا شايفين الخير لقدام لازم نشوفه، لما نشوفه ونصدقه ونصوره براسنا هالصورة براسنا عن الخير للبنان للوطن العربي، وإذا صدقنا هالفكرة رح نوصلها ورح بصير في عنا خير إن الله راد بلبنان وبالوطن العربي كله. في حدا من المشاهدات طبعا صابرينا من العراق قالت لما يصير الخير بالعراق رح ينعكس كمان على لبنان وعلى كل الدول العربية اللي عندها مشاكل بالسياسة أو بالحروب. إن شاء الله إن شاء الله، مش غلط أبدا تفكري إيجابا كل حدا منكم. فأنا مثلا بشوف حالي قاعد بلبنان مبسوط كثير، ترخنة عندي مطعم عم بستقبل عالم كلهم مبسوطين، السياحة بلبنان عمراني مثل ما السنة ما كانت عاطلة مع كل المشاكل، بس انه كان في عنا شوية قصص زبالة، شوية قصص مشاكل بلد رئيس جمهورية كمان، يعني هاي المشكلة أساسية. يعني نزلنا على الطريق عم نطالب بأمور كتيرة للبنان، والشيء الأساسي والرئيسي اللي لازم نطالب فيه هو أول شيء يا جماعة ننتخب رئيس للجمهورية، اتفقوا انه تنتخبوا رئيس الجمهورية. غلط، هيدا اقل شيء من حقوقنا، لازم نفكر بحقوقنا ونطالب بحقوقنا. اوكي ننتخب يكون عندنا رئيس جمهورية مين ما كان يكون، طلعوا فنان. امبارح قريت شيء على وسائل التواصل الاجتماعي الممثل يوسف الخال انه هو مستعد لانه يترشح للرئاسة او هو قادم على الخطوة، مش غلط اذا كان بيفكر فنيا ولمصلحة البلد وفكر بسلاسة مع المواطن، مش غلط يكون رئيس جمهورية، مش ضروري للي تعود. اوكي يوسف الخال نحن بننتخبك. اوكي البعض بدهم الوزير السابق زياد بارود، اي بنحبه لزياد بارود ليش، بس يا اخي انتخبوا رئيس جمهورية. البعض بدهم هالشخص، بعض بدهم هالشخص، مش مختلفين مين بدنا رئيس جمهورية، بس بدنا رئيس جمهورية. اهم شيء يكون في عنا الراس، نرجع نفكر بالامور الثانيه. هانيا سوري بدي اقطعك، ما يحترق الكيك ده؟ لا ما حيحترق. لا كيف شايفه الايام الجايه بلبنان؟ كيف شايفه ولا كيف بدي اشوف؟ لا
ما هو ذاتها ولا انت تشوفيها كيف بدك تشوفي؟ لا كيف عبالك يعني قصدي؟ انه يمكن بعد بدنا نمرق بدقيقه شوي ان شاء الله. لا سمعتيني شو كنت عم بقول من شوي؟ ايه تفائلوا بالخير تجدوه. اوكي بدك كسب عليك. طيب لا يلا خبريني انت رايك. لا ان شاء الله ان شاء الله هيدا ما بعرف النفق اللي عم نمرق فيه ما يكون طويل. مخيف. بس مخيف وطويل ومعتم وكل شيء. هلا اهم شيء بالموضوع انه مجرد بلش يصير في وعي عند العالم يعني هيدا الشيء ببشر بالخير. قبل ما كنا نحكي، هلا لانه عم نعطي راينا صار بركي ان شاء الله الخير لقدام. طيب يأستيني. يأستيني اصلا. عن جد يأستيني. طيب هو دائما بيصوروا النفق اللي حكيت عنه، بيصوروا هيك فكره الموت نفق مظلم ومن بعده نور. بقى هيدا شايفتيه. ان شاء الله. بقى ان شاء الله يكون الموت اللي عم بيمرق فيه الوطن العربي وبالتحديد لبنان انه من بعده يكون في نور وايام للبنان. نتمنى هيدا الشيء. كتار منكم جاوبوني على سؤالي كيف شايفين الايام الجايه بلبنان؟ ام طارق على قد ما هالايام صعبه بس بكره احلى ساعيش رغم الداء والاعداء. برافو عليكي، هون النضال، رح عيش رغم الداء والاعداء. سهى عنتر منقول خير ان شاء الله بس ما الهيئه. صباح الخير يا جوزيف. لا خير يا سهى، خير. برنسس ديانا التفاؤل حلو وكل شيء من عند رب العالمين منيح ومن احسن لاحسن ان شاء الله. برافو يا ديانا. رورو أنطون صباح جوزيف، حلو الواحد يفكر بشي منيح لقدامه، حلو يكون متفائل إن شاء الله بإذن الله كل شي رح بيكون أحسن. صابرينا بصراحة يا جوزيف، أنا رابطة العراق بلبنان، إذا تحسن الوضع بأي بلد رح يتحسن بالتاني والشعب لازم يعمل شي، كله بإيد الشعب. مزبوط، طالبوا برئيس جمهورية، رجعوا طالبوا بكل شي. سجود غلاييني صباحه بصراحة حسيتها خربانة بكل البلدان. لا مش هيئتك متفائلة يا سجود، رح يصير بوم كبير يتقلب المقاييس ويرجع الأمن والاستقرار. جريت إذا عندك هالإيمان بهالشغلة هيدي. كمان مرة صباح الخير، شايفة إنه رح بيشيلوا زبالة، ها هيدا تكهن من صابرينا، عندك تصور إنه مزبوط ورح نبلش اليوم بمنطقة صيدا اللي بلشت من 3 سنين تشيل زبالة وإن شاء الله تكون قدوة لغير بلديات ولغير مناطق بلبنان. أمل شمس الدين يمكن بكرة أجمل إذا أسقط النظام وإن شاء الله كمان يشيلوا الزبالة كمان. هيدا رأي أمل شمس الدين. نزار عبد اللادي النام فضل الله، الله يعينكم، بدكم وقفة قوية فالقادم يحتاج تضامن الكل. لبنان بعكس كل الدول العربية اللي نادت بإسقاط النظام، لبنان بده يهتف الشعب، يريد انتخاب الرئيس، وإن شاء الله من تمك لباب السماء يتم انتخاب رئيس قريب. سهى عنتر كيف بدنا نشوفها منيحة والقتل صار هرج ومرج؟ يعني هودي الأراء اللي سمعتوها من كتير عالم. أنا بتمنى اللي عم يسمعونا يشاركوا معنا عبر رقم التليفونات اللي عم يمرق قدامكم على الشاشة، كيف تشوفوا الأيام الجاية بلبنان؟ حدا بحب يعطي رأيه. نحن بنزال حلو التفاؤل يكون موجود، حلو حتى نحن عم نطلب الطلب إنه شو بدنا يتغير بالبلد يكون في تفاؤل بطلبنا. الإنسان هو بيعكس اللي بداخله على الخارج، هذا اللي بدي منكم دايما تفكروا بهالطريقه هيدي. مثل ما كنا عم نقول الصبح، عبروا عن محبتكم لحالكم وحبوا حالكم لتقدروا تحبوا غيركم. مثل ما كمان كنا عم نقول هالكبايه اذا كانت فاضيه ما فيها تعطي شيء، بس اذا كانت مليانه شو ما كانت مليانه بتعطي، مليانه حب بتعطي حب، مليانه كره بتعطي كره، مليانه ايجابيه بتعطي ايجابيه. كونوا ايجابيين بكل شيء عم تفكروا فيه وتعملوا فيه بالحياه لانه بتوصلوا من خلال ايجابيتكم. وان شاء الله يا لبنان ترجع مثل ما كنت. هلا مرقنا بمراحل كتير حلوه كمان بلبنان، مراحل تحت مراحل فوق، نتمنى ان نرجع نستذكر سوا المراحل اللي فوق. يعني اليوم قد ما فينا قدرنا نحكي عن الايجابيه، قد ما فينا قدرنا ننقلكم الايجابيه لتفكروا بايجابيه، حتى لما تنزلوا على التظاهره تنزلوا ايجابيين وتفكروا مش بشخصكم، تفكروا بالوطن وتفكروا بالمواطن ككل. بعد شوي رح نرجع لعندك هانيا، بعرفك مشغولة وعم تحضري. بريك قصير ومن بعدها بنعود للمتابعة مع الحلو بلبنان. واليوم الحلو بلبنان رح نحكي عن مشكلة النفايات يلي انحلت تقريبا من 3 سنين بمنطقة صيدا، وإن شاء الله تقدر تنحل بكل المناطق اللبنانية.